خلودة. نعم ماما. فاطمة. نعم اختي. خلودة فطومة اليوم بدنا نفاجئ تيتا وجدو وبدنا نعمل لهم اكبر برجر بالعالم. برافو. هلا هنن مالهم بالبيت فانا وياك وفطومة بدنا هلا نروح ونجهز البرجر. جاهزين؟ جاهزين. يلا نبلش الفيديو. جايز بفيديو اليوم بدنا نعمل اكبر برجر بالعالم. فاطمة جاهزة تساعديني؟ Yes, I'm ready. جاهزة فطومة؟ جاهزة. شوفوا جايز هاي صورة البرجر. فأول شي بدنا نعمله هو خبز كتير كبير. فطومة شو بدنا بعدين؟ بعدين بدنا اللحمة. بدنا قطعة لحمة كتير كبيرة. وني ميت. بدنا لحمة؟ وني ميت. بدنا خس. بدنا لتر. وجبنة كمان. تشيز. فينا نعمل تشيز برجر مامي. شو كمان بدنا؟ بدنا ميتو. برافو. شو كمان؟ كاتشب. برافو. مايونيز. ومايونيز. يلا جاهزين؟ جاهزين. انطلاق على المطبخ. انطلاق. يلا فاطمة انا اللي هعمل الخبز. اوكي خالد انت اعملها. خلونا انت بدك تعمل العجينة تبع الخبز. شوف هاي انا فردت لك اياها وهلا انت بدك تحطها بالفرن. اوكي جايز هلا بدنا نعمل اكبر خبز برجر بالعالم، بعدين اكبر لحمه، بعدين اكبر خسه، بعدين اكبر ما بعرف شو، بعدين اكبر برجر. يا الله خلاص فهمنا. يلا هلا بدنا نحطها بالفرن. طيب يلا. تعالوا شوفوا لي هالسحر جايز. 1 2 3 ترى صارت الخبزه جاهزه. شو خلوده صار جاهز خبز البرجر؟ دقيقه لاسال هاجي واجي، عجبك هاجي واجي؟ كثير عجبك هاجي واجي عجبه؟ يس. خالد بس ليش هيك خبز البرجر مو ظابط؟ اي ماما ما بيأثر ماشي حاله. هيك قولتك بيمشي حاله؟ يس. يلا هاي طبقتين حطها على الطاوله. يلا خالته فطومه وينك؟ وينك يا فاطمه؟ صار دورك تعملي لنا اللحمة. جاهزة هيك تحشي لنا اياها حشي للبرجر؟ الله يرضى عليك. يلا تعالوا. فاطمة شو هي؟ وهي اللحمة هلا نحطها على البرجر. لك ليش هيك كثير صغيرة؟ لا كثير كبيرة. لا منيحة منيح حجمها. ما هلا بعدين محطوطة هلا بتفرد. يلا منيحة. هلا بدنا نقطع خضار. خضار، خيار، وبندورة، وكل شيء. يلا تعالوا. شو هاجي واجي جاهز نبلش البرجر؟ يس. انتوا اثنين حاطين هاجي واجي؟ يس. يلا كبر عقلكم. ماما شوفي سرقت لي الهاجي واجي تبعي. سرقتي له الهاجي واجي لخالد؟ ماي. يلا جايز نبني البرجر. شو؟ هلا نبني اكبر برجر. يلا جاهزين؟ يلا شو اول شي بدنا نحط؟ هاي البرجر قدامكم. بدنا نحط مايونيز. مايونيز اوكي. مايو. اوكي يلا يلا بسم الله. يلا قول بسم الله. بسم الله. برافو برافو. يلا عبي يا مايونيز يا عيني. بدك تساعدي؟ بدك خلودة فطومة تساعدها؟ بدك مساعدة؟ لا يلا عبيها كلها خلودة. شو صعبة؟ يا عيني شفت خلودة؟ هي فطومة كتير بتحب تساعدك. إلا شكرا فطومة. عفوا. يلا خلودة دهان لإلك. يلا بسرعة. برافو يا عيني. يلا كمان كمان كمان. برافو. هلا شوفي الطبقة اللي بعدها. هلا بدنا نحط اللحمة. يلا خلودة يلا ساعدي ساعدي فطومة. حطها اللحمة حطها. احملها احمليها معه. يا عيني طلعت مثل الهية بالهية. لك شو هاد؟ يي ماما كتير صغيرة. يا الله كتير صغيرة لها. فرديها فرديها. شوفي ماما هيك وقت قسمناها بينت على قد البرجر. بس يا ماما تاني مرة اعملي حسابك وكتري لحمة كتير صغرتيها. كنا 3 كيلو لحمة عملك قد ايه طلعت صغيرة؟ دابت خلودة. يلا عملناها هيك مشان تبين على الاطراف. هلا شو بدنا نحط؟ خس. يلا حطوا خس لايكم. يلا خس. انت وخلودة. يلا انت وخالد حطوا لايكم. لا مو هيك هيك. يلا عبوها خس. يا عيني عليكم. You need to cover this. You need to cover it. غطوا غطوا اللحمة لكم.
جاهزة فطومة؟ جاهزة. يلا انتي حطي توميتو دورك. I'm gonna put it. ولا خالد خلي خالتك تعمل شي. كل شي انتي بدك تعمله؟ انت وخالتك عم تعملوا البرجر. يا عيب الشوم هيك صارت زعلت خالتها. لا تزعلي خالته هذا هاجي واجي صالحها لخالته. زوه وزوه للبندورة شلون نسكرها ونحملها؟ ما هنحمل. لا شلون ناخذ صوره لازم نحملها. يلا حطوا البندوره لكم هلا هيك. وزعوها وزعوها على الدائر. وزعوا البندوره. يلا حطوا لنا مخلل. يا عيني على المخلل. بدكم هلا عزماتكم لتحملوها انتوا اثنينكم تحملوها وتعطوها لجدو. اوكي شوفوا هالبرجر يا عيني. هلا صفيان علينا شو البيض. بدنا نحط بيض yes. لعم على هالنسوه قوموا نعمل بيض. يلا نعمل بيض. انا راح اعمل لكم بيض انتوا اقعدوا هون ريحوا جمالكم. جبت لكم بيض yes. يلا جاهزين نصفقها. جاهزين نصفقها. صفقنا يا عيني. حطينا البيض. واجت البيضة الثانية. يلا جاهزين نصفق البيضة الثانية. جاهزين. يلا واحدين ثلاثة. وهي صفقنا. ليش هيك انزفقت؟ ماما انتي عطول بس تحمسي بتخرب الدنيا كلها يا طب. هلا يا حزوكم شو صفي علينا؟ كاتشاب. يس يلا نحط الكاتشاب. مين بده يحطه؟ الكاتشاب. مين بده يحطه؟ يلا انتي وخالي لا تتقاتلوا الله يرضى عليكم. يلا انتو يلا انتو يا عيني مو كتروا لا تكتروا كتير. يلا برافو يا عيني. اخر مرحلة شو هلا بدنا نعمل؟ يلا خلوه ده انت وخالته. يلا احملي معه لقلك انت من طرف هو من طرف. برافو على مهلكم لا تشقوها. تعي انا بحمل معي. استني استني لقلك. يلا احملي. يلا يلا احملي احملي بسم الله. برافو. واكبر برجر بالعالم صارت جاهزه جاي. شوفوا لي شكله شي حلو يعني حاولنا جهدنا نظبطه ان شاء الله تعجبكم وتعجب جده. خمس دقائق وجايه جده ورح نفاجئه بهي البرجر. اوكي اوكي. لا مين اجى؟ اجى بابا. اجى جده. روح روح افتحوا له الباب. يلا على السريع. اهلا جده. عاملين لك مفاجاه كثير حلوه بابا. شو هي المفاجاه؟ مفاجاه. غمض عيونك. يلا غمض عيونك جده. يلا غمض. تعال لا تفتح. يلا فتح. شو هاي؟ عملنا لك اكبر برجر بالعالم. شو فاكريني ديناصور؟ شو هالبرجر اليوم؟ هاي برجر عائلي ضخم. هلا انت وخلوده وفاطمه بدكم تاكلوها. يا عيني هب هب. شكرا فاطمه. شكرا خلوده جدو. لو اهلين جدو. هم كل خالد كل. يا عيني ماما صعبه. يا عيني. هلا بدنا نودعكم جايز بنشوفكم بالفيديو الجاي وحطوا لنا لايك. باي فاطمه. باي.